اما هكولي كسو هكولي سو جدبوناتو بولين اما ييسو كولي سو جدبوناني مهيمو كويه والد كستا او عرور هستا او اسكولوي اذان مهيمو ايه هاي برنامج كان بولين وا حوك شيغشو هنددات فقوقت دلعان دلتان نقفك واحد لغو نفتو او جوكتا اما لغو سعيلي هل مرماها ولغو سعيلي لابا جار اما سدح جار مركز و بولين مرك بولين وفعل لغو سعيليو ان كبادن هل جار او قفك او جيسنا اي داوا يا وفعل لغو سعيليو ان كبادن هل جار او قفك او جيسنا اي داوا دعوعاس دعوع جريد نغكرة دعوعاس دعوع مسكحي نغكرة مركو قفك او جيسنا اي داوا بولين وايتاس رتين بولين وايس لفهمي ان مرك ان شاء الله راح اقيمنا بولين لما انت راح اقيمنا افر قيبوت ان اقيم دونا قيب كسرة واشرحها يا فبعدنا راح نكون شرحها يا ان شاء الله تعالى هنشرح دونا ان وحات كسبه كرتو سامنت اكل العروت هذا ان يو سيده صحراء لو دعوي يا يا سيده صحراء لو دعوي مرك ان شاء الله قف كسو كجرا ماشي وامباسادور او متغنى ان ان انو متغنى لسي وداغه ولاالها كليتو سي ايغنا اي متغنى ان اي اوغو براروغان برنامج كان بولين و فعل لغو سو عليو لغو سو عليو ان كبدا هل جير او وجيددو اي تاي ان قفكا داوع لو جيستو بولين وهايري وا افر قيبون قيبتو كوبات وفيزيكال بولينج واما فيزيكال بولينج ان قفكا دعوة جسمية لوجيستو عمل له هنددو دعوة جسمية هانا لوجيستو عمل له هنددو ميدا لغات فابل بولينج ان قفكا اراح حنحن لوجيرادو لبهدلو مقعيو حنحن لوجيرو وانا فابل بولينج مدى صدحات و relational أما social bullying social bullying وحال لك لجيدة and إن قفك لغا سارو group لغا سارو أول يران لغا عيارتي كيرتيد أوكريتو isolation لغو سميه إلا فقوقه تعاسنا بحال لك لده social bullying أما relational bullying مدى صدحات أفراد و cyber bullying cyber bullying وحوايه إن عنق bullying لغو سميه ايضا اللي اديك سنه تكنولوجيا كمبيوتر هذا موبايل هذا اني الكترونيك ديفايس اللي اديك سنه وهل هذا صعب بولينج اوكي فيزيكال بولينج او سو قلنا فيزيكال بولينج واقفك ان لهدده اما دعوه جسمي هان لوجيست تصال هان ان خوفك لفيرو لنرباحه لهراتيو وفيزيكال بولينج إن خوفك لكراتورو أما جلافة لوديغو وفيسيكال بولين إن خوفك لهراتيو وفيسيكال بولين إن خوفك لغو عن توفو أما عن توفو لغو لغو توفو ماكي لأركو وبولين فيسيكال بولين إن خوفك لتتابتو تابشو أسدوني لتابتو وفيسيكال بولين إن خوفك ألاتي سلاقحادو أما لغجبيو wa physical bullying ama bugaatiisa ama mataqana kalimaantiisa ama walaactiisa inta la qaato la jeexo ama la tuuro kale wa physical bullying verbal bullying verbal bullying wa oraah xun xun ayadu la adeegsanayo qoraal ama oraah ahaan ayadu la adeegsanayo oo ujeedka u yahay in qofka lagu dhaawaco taasna waxa waaye verbal bullying tusaale ahaan maxaa ka mid ah qofka in magacyo loogu yeero magacyo loogu yeero in qofka loo hanjabo in codkiisa la dhaajiyo ina la dhaajiyo codkiisa la dhaajiyo ama qaabka uu u hadlo kaleeto la dhaajiyo waa bullying in lagu qoslo qofka uu hadlay waa lagu qoslay in lagu qoslo waa bullying in
بين بنانك لو مريو يا ور ور بينا ان بنانك لو مريو ناو بلين اما ان كومنتس لغا بيهيو موقال كيس موقال كيس اما استاميس اما تلماميس ان كومنت حون لغا بيهيو يدنا وبلين من تصدحات relational bullying social bullying waa dhahnay isku mid waaye waa qofka in exclusion lagu sameeyo isolation lagu sameeyo tusaale ahaan in qofka la yidhaahdo hebel yaa loo ogolaanay inuu nala soo fariisto cuntada nala cuno hebel yaa loo ogolaanay inuu nala ciyaaro ya taasna waxa waaye social bullying tusaale ahaan qofku hadlayo inaa completely la ignore gareeyo hadalkiisa group waa la wada fadhiyaa in group ahaan loo ignore gareeyo qofkaas la faquuqo waxa waaye waa bullying relational bullying ama social bullying and game aa la ciyaaraa ama activity aa la ciyaaraa glasco kaleeto glasco kale activity ciyaaraya asaga looma yeeraayo ma fahmisa asaga looma yeeraayo isolation lagu sameynaa macnaha waxa waaye social bullying muuqaalkiisa muuqaalkiisa waxa fanya laga dhigto lagu qosqos lo ya in waxa fanya laga dhigto muuqaalkiisa ama ha jooga ama yuusi joogin ya khaasatan asagoo maqan haddii muuqaalkiisa laga sheekaysto yira aw saas waaye lugtiis saas egta maxaas kaleeto waa bullying social isolation been in banaanka loo mariyo in wax oo confidential ahaan uu qof u sheegtay banaanka la geeyo qofu wax oo si kalsooni ugu sheegtay tusaale ahaan cunugu wuxuu ku yidhi oo asmatiga ah asma qabaa meesha matagi kari inuu banaanka u mariyo ciyaal kaleeto u mariyo uu yira o inkastoo run ay tahay haddana si kalsooni ugu sheegtay inuu taasoo kale sameeyo waxa waaye waa bullying in masawiradiisa ayadoo la weydiinin masawiradiisa comment laga bixiyo ama la share gareeyo masawiradiisa oo kale ya si ayadoo ujeedka ay tahay inaa sumcadda laga dilo ama la fadeexeyo ayadoo ujeedka ay tahay waa ayadoo technologiyada la adeegsanayo inaa qofka message oo loo qoro ayadoo application la adeegsanayo inaa message loo qoro inaa mataqaanaa comment aan xun loogu qoro mataqaanaa social media loogu qoro inaa gameka marka la ciyaarayo gameka inaa la ciyaarayo kaleeto inaa asaga lagu goobto oo la yidhahdo okay hebel maahano haa gameka markuu soo galaba aan dilno taas waxay noqon kartaa social isolation waa loo tashtay macnaha gruuba u tashtay waxay yidhahdaan okay markuu soo galaba gameka waa dilaynaa asaga si gameka oga fariisto isla markiiba ama oo give up u sameeyo asaga ma oga inaa loo tashtay oo dhowr qofood ay target ay ka dhiganayso ma oga asaga ma fahmaysaa masawirada qofka kaleeto la wadaago online lagu wadaago ayadoon fasaxa la weydiisan trolling in macnaha offensive comments mar kasta laga qoro ayadoo mataqaana magac la bedelanayo ama magac dahsoor qarsoon loo sameynayo qofka inaa stalker lagu sameeyo warbixintiisa lasoo baaro kaleeto ayagoo fasaxa loo siyeysan warbixintiisa lasoo baaro ujeedka inuu yahay inaa lagu fadeexeeyo uu yahay